القطاعات التي تأثرت بصورة يعني كبيرة جدا في السودان بسبب الحرب هي طبعا أولا القطاع الزراعي، وكما ذكر هنا الدكتور الوليد، طبعا عدم وجود استقرار في مناطق المزارعين ده يؤدي إلى أن المزارعين لن يقومون بعمليات الحصاد أو بعمليات الزراعة نفسها. ففي المناطق اللي ذكرها الدكتور اللي هي في المناطق الجزيرة وفي النيل الأبيض، إذا كان له في النيل الأزرق وكذا مناطق النزاعات، يعني هناك في صعوبة على المزارعين أنهم يعني يقوموا بالعمليات الزراعية وعمليات الحصاد. ففي المناطق دي بتدي أكثر القطاعات اللي هي ممكن تكون تأثرت. الشيء الثاني من القطاعات اللي تأثرت اللي هي البنى التحتية بصورة أساسية، اللي هي قطاع المواصلات والاتصالات، وخاصة بأنه الاتصالات ما بين المواني في السودان، إذا كان ميناء البحر الأحمر إلى وسط السودان، وده بيؤدي أيضا إلى إشكالات اقتصادية كبيرة جدا، بحيث أنه الموارد قد ما تصل إلى إذا كان في مصانع أو إذا كان إلى المتاجر أو المواد اللي الناس بتحتاج لها لضرورياتها. أيضا قطاع الموارد، يعني الموارد الطبيعية، إذا كان بترول أو ذهب أو غيره، أيضا بسبب الحروب أيضا تأثرت هذه عملية نقلها، تصفيفها، عملية تصديرها، أيضا تصدير الحبوب وغيرها من هذه. إذا قطاع الصادرات أيضا تأثر تأثير كبير جدا بتلك الحرب. غير ذلك أيضا يعني في قطاعات كثيرة أيضا تأثرت يعني بصورة عامة، يعني القطاع الخدمات أيضا، إذا كنا نتحدث عن قطاع الخدمات في المدن، إذا كان تجارة أو صناعة أو سياحة أو غيرها، أيضا تأثرت بصورة عامة. طبعا الحروب تؤثر على قطاعات الاقتصاد بصورة كاملة تماما.